مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة راح تصلح حق الشمسي والطالع وأيضا القمري. هالمرة القراءة العاطفية راح أسويها بأسلوب المرايا. أنت يا برج الجوزاء على هاي الجانب، الحبيبة والشريك على الجانب الآخر، وإذا حسيت أن الجانب الآخر ينطبق معك أكثر، أخذه واعكسه بما يناسب وضعك مع الشريك. راح أبتدي في طاقتك الخاصة، نشوف شلون راح يكون التوافق بينك وبين الشخص الثاني أو الطرف الآخر. برج الجوزاء أول كرت هو كرت الطاقة العامة أو الطاغية عليك في هاي الفترة. الطاقة الطاغية، سوري، الطاقة العامة للشريك، والكرتات الفرعية اللي بعدها. نشوف طاقتك مع طاقة الشريك. أول كرت عندك يا برج الجوزاء 7 الخماسيات. في أمور ما تخص الحب، تخص المادة، هي اللي راح تأثر على نفسيتك في الفترة القادمة. كأنما أنت كنت حاط هني توقيت معين تنتظر فيه أنه يصير الارتباط مع الشريك، تنتظر فيه أنه تأتيك أموال زين، أو على الأقل أنه تثمر هاي الاستثمارات اللي سويتها، مثلا تنجح أو تتخرج من الجامعة. حاط لنفسك توقيت متى راح تتخرج من الجامعة، في السنة الفلانية أو بعد سنة مثلا، متواعد مع الشريك على الزواج. ولكن ان الامور راح تمشي ولكن مو في التوقيت اللي انت حاطه في بالك او متفق مع الشريك عليه، راح يكون في شوي تغيير للحكايه او تاخير. هذا كرت 7، كرت التاخير. الكوب الاول، الحبيب لا زال مصر ومتمسك فيك، ابدا ما قل تنازله عنك وما قل حتى رغبته في ان يبني حياه معك، ولكن كانما في الفتره القادمه يقول لك انا لازلت موجود، أنا أحبك، ولكن ما أقدر يعطيك الطاقة الأرضية. طاقة الأرض هي اللي راح تخذلك طاقة التوقيت، الأمور المادية، الأمور العملية في الحياة. مثل ما قلت لك أمثلة لهاي الطاقة، أن تكونون متواعدين على تاريخ معين عشان مثلا يأتي بأهله، أو على تاريخ معين راح تتم الموافقة على الزواج أو الانتقال مع بعض للحياة، فراح يصير تأخير. هو اللي راح يحسسك أنت يا برج الجوزاء بنوع شوية من الإحباط، ولكن هذا الكرت يقول لك لا تفقد الأمل ولا تيأس، لأن رقم 7 من بعد رقم 8. 8 هو الرقم اللي تضاعف فيه الجهود، يكون كل شيء بالراحة. شريكك لا زال عنده أمل كبير في الموضوع، أشوفك أنك كأنما أنت اللي يائس وهو اللي متفائل أكثر منك. خلينا نشوف عندك 8 الأغصان. أوكي، ما فيك صبر خلاص يا برج الجوزاء، تبي تطير، تبي تدخل في الحياة اللي حلمت فيها من زمان، تبي تعيش المخطط اللي رسمته لنفسك وللشريك. الأمور قاعدة تمشي، ما قاعدة أشوفها متوقفة، ولكن لأن أنت تتوقعها تمشي بأسرع أو تمشي أسرع من 7 إلى 8. 8 هني هو رقم التغييرات السريعة، تبنى بسرعة مثل طقة الصبع كل شيء يكون موجود حولك. برج الجوزاء ابتدى يفقد أو يقل عنده الصبر. خلينا نشوف الشريك. 7 الأكواب، كأنما هني قاعد يقول لك أنا ما في يدي شيء يا برج الجوزاء، يحاكي هذه الطاقة. 7 الخماسيات مقابلها 7 الأكواب، يقول لك أنا ما أقدر أسوي شيء بخصوص مثلا موافقة معينة على فيزا، موافقة إجراءات، في إجراءات معينة الأهل لازم يقومون فيها أو لازم الأهل يوافقون عشان يأتون للخطبة. هو حاول في الكوب الأول، حاول ولا زال يحاول، ولكن شوف كأنما شريكك في الفترة القادمة يبي ينبهك على شيء مهم، إن في أمور تخص التوقيت أنت راح تلوم المادة عليها، راح تلوم شريكك، راح تلوم المحيطين بشريكك، أهلك، أهله، المجتمع، البيئة، إجراءات الفيزا، الهجرة. ولكن 7 هو دائما الانتظار اللي يأتي بسبب تدخل إلهي. الناس، المحيط، الظروف مجرد أدوات الله سبحانه وتعالى يستخدمهم عشان يوقف أو
أو يبطئ موضوع المفروض ما يمشي بهذه السرعة من الأساس، لأنه لو مشي بهذه السرعة مو من مصلحتك يا برج الجوزاء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في شيء مخفي عليك، أنت لازم تكون عندك ثقة أول شيء بالله سبحانه وتعالى، لعل الذي أبطأ عني خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. هذه طريقة كلامك، إيمانك بالله سبحانه وتعالى، لأن شريكك أشوفه استنزف كل محاولات إرضائك، كل محاولات لحد الآن يعطيك أمل، ولكن أنت الطالب بطاقة الأرض، تقول له لا تعطيني أمل، لا تعطيني كلام، لا تعطيني وعود في الهواء، أبي إثبات، أبي الفيزا تكون موجودة عندي، أبي عقد الزواج الحين نوقعه، أبي خلاص نبتدي نعيش مع بعض، نتزوج مثلا. في شيء أنت حاطه في بالك مع الشريك، مو مستعد أنك تصبر تبي النتائج النهائية تكون موجودة أمامك. اللي بعده عندك 5 الأكواب. لا تخاف من تكرار الخسارة أبدا أبدا، اللي حدث في الماضي مش معناته راح يتكرر في الحاضر، لا، هذه المرة غير، هذه المرة أنت وصلت، وإن كان هني في بطء للأمور تفائل، لأن هاي المرة غير عن سابقاتها. المرات السابقة طاقة الأكواب، احتمال انك تتعامل مع برج مائي، سرطان، حوت، عقرب، يا برج الجوزاء. ولكن المرات السابقة بما انها هي 5 اكواب وضعت في طريقك او ما مشت حسب مزاجك، مو لان كل محاولاتك مكتوب لها الفشل، لا، او لان انت مثلا تشوف نفسك منحوس، لا، وانما المرات السابقة كانت بمثابة درس لك، دروس، تجهيزات. هاي المرة مختلفة، سبب البطء تدخل إلهي في مصلحتك. خلينا نشوف الشريك، أنت موجود عند الشريك، كرتك هذا، أنت كرت برج الجوزاء، شريكك، وهذا كرت العاشقين. شريكك لحد الآن تشوف كأنما إذا أنت مفكر سبب التأخير أنه هو مثلا حاط عينه على شخص ثاني او عنده قبول لشخص ثاني، انت غلطان يا برج الجوزاء. شريكك قاعد يحاول يماطل من اجلك، بما معناه حتى وان كانوا اهله ياتون له بخيارات ثانيه، او توجد عنده في حياته خيارات ثانيه في العمل، في الحياه بشكل عام، شريكك ما يشوفك الا انت. لما نشوف كرت برجك يطلع عند الشريك، هذا أقوى أقوى إثبات عليك أنت، إن لا، تفكيرك وإحباطك لا يعكسون حقيقة الموضوع. الموضوع إن شاء الله راح يمشي، راح يمشي، ولكن مو بالسرعة اللي أنت تحددها، بسرعة المشيئة الإلهية. آخر كرت الغصن الصغير، راح تأتيك الأخبار اللي انت تتوقعها، الموافقة راح تأتيك وانت على غفلة، انت هني في طاقة الحزن، الندب، اوكي، اللي ما راح الامور تمشي معاي، راح نتأخر بعد 5 شهور، بعد 5 سنوات، او حتى 7 شهور، 7 سنوات، لحد ما مثلا نقدر نقدم على الموضوع او نفاتحهم في الموضوع مرة اخرى، قاعد تحسب الوقت والشهور، ولكن هني على غفلة راح يأتيك الخبر، الموافقة. بوادر الموافقة ما راح تأتيك حتى بشكل مباشر بما أن عندنا الغصن الصغير، لا، راح تأتيك بشكل اليوم أهلي سألوني عنك، وراح يبتدي الموضوع بروحه ينفتح ويتسهل أمامك وأمامه. كرت القوة، شريكك ما راح يتنازل عنك، هذا كرت برج الأسد. يمكن أنك بعد تتعامل مع شخص من برج الأسد بما أن عندنا برج ناري، أو ممكن شخص من برج الأسد هو اللي مثل ما قلت لك الله سبحانه وتعالى راح يحطه في طريقكم يسهل الموضوع. ممكن هو اللي واقف ضد قراركم، أنت تشوفونه في هاي الفترة أنت والشريك، أنه هو اللي مؤخر ومعسر عليكم الارتباط، هو السبب وراء تأخير النصيب. ولكن لا، في الفترة القادمة راح الأخبار تأتي منه، الشخص اللي كان رافض هو اللي راح كأنما يتنازل عن عناده وتمسكه وتعصبه بالرأي. مثلا كان يشوفك ان انت، ان شراكتكم ما راح تنجح، ان انتم ما تنفعون لبعض، احتمال ان انتم، اشوف هني بعد عندكم اجتماع شخصين
من مناطق مختلفة، يمكن بعد دول مختلفة، ديانات مختلفة، في اختلاف هني. الشخص اللي كان رافض راح يوافق، ولكن حط بالك يا برج الجوزاء إن مو هذا الشخص هو اللي بيده، هذا مجرد وسيلة بيد الله سبحانه وتعالى. الله كاتب إن الأمور تمشي على هذا الطريق بهذه السرعة، فخل إيمانك بالله قوي. خل نشوف شلون الوضع راح يتطور بينكم على نهاية الشهر، أو إلى وين راح يصل. أوكي، هذا الكرت لك، هذا الكرت للشريك. خلينا نشوف كرتك يا برج الجوزاء. خمسة السيوف. عندك إصرار، كأنما هني تقول إذا الموضوع ما حل نفسه بنفسه، موضوعك مع الشريك إذا ما انحل لوحده، أنا راح أتدخل بالطيبة وبالقوة. قاعدة تقول بالطيبة وبالقوة، خلاص ما أقدر أصبر، لازم يمشي الموضوع. يعني إن شاء الله أسوي خيرة، أفسر أحلام، أتكلم مع شيوخ دين، أتكلم مع حتى دجالين. أنت هني قاعدة تقول أنا ما يهمني الثمن اللي أدفعه، تعبت وايد من الانتظار لدرجة أني مستعد أتبع كل الطرق، مو طريق واحد يؤدي إلى روما، لا، كل الطرق مستعد أني أجربها. خلنا نشوف الشريك. أربعة الأغصان، الشريك يحاول يراويك أو راح يحاول إنه يكون الطاقة أو الشخص اللي يثبتك. تعرف لما هاي الطاقة كأنما هي بمثابة وساوس الشياطين، إنزين، طاقة استعجال، راح يحاول يكون إنه مثل الشخص الحكيم أو الصدر اللي تحس فيه بالأمان اللي ترجع له عشان يعطيك النصح. راح يحاول إنه ينصحك أو يثبتك. أنت هنا عندك طاقة الهوى، طاقة الهوى ابتدت تصعدك في السماء وما عاد ثابت، بما أنه هني خلاص ما تهمك العواقب. هو لا، راح يحاول بطاقة النار، احتمال عن طريق محاولته مع هذا الشخص اللي من برج الأسد، أنه يحاول على الأقل يثبت الأمور، أنه يأخذ منه كلمة على الأقل، حتى لو كان في تأخير في الارتباط، راح يحاول أنه يأتي لك، قلت لك، بخبر أو بباب على الأقل راح يفتح الموضوع بينك وبين الشريك مرة أخرى، راح يحاول يثبت الموضوع. بما أن أنت هني تقول أنا ما أبي المزيد من طاقة الأكواب والحب والأمل، أعطوني طاقة عملية، أعطوني شيء في يدي أمسكه أقدر أعتمد عليه. وهذا اللي راح يحاول الشريك أنه يوفر لك خلال هذا الشهر. عزيزي برج الجوزاء، هذه كانت قراءتك العاطفية، أتمنى لك كل التوفيق وشكراً.